بلدية محافظة السليمانية حملة تنظيفات واسعة في مناطق وأحياء وأزقة مدينة خانقين بمشاركة كوادر بلدية خانقين التابعة لحكومة إقليم كردستان. وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 4 أيام بعد إهمال الحكومة الاتحادية لمدينة خانقين، فضلا عن عدم وصول الميزانية المخصصة لمشاريع تنمية الأقاليم والميزانية الاستثماراتية منذ أكثر من 3 سنوات. وتفقد ملب اختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سير حملة التنظيف الواسعة، يرافقه شيركو ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني وقائم مقام قضاء خانقين، حيث جدد ملب اختيار شكره وامتنانه العالي وباسم إدارة وأهالي خانقين لإدارة ومحافظة السليمانية، وذلك للدعم المتواصل من قبل مؤسساتها لمدينة خانقين وعلى مختلف الصعد. نبقى في خانقين، حيث زار وفد من